الجهاز ده هو NVD Network Video Decoder، اقدر اجيب الانبوت سيجنال من 2 HDMI او من نتورك سيجنال، يعني اقدر اضيف عليه كاميرات او XVR، والاوتبوت بتاعه 4 HDMI. هنا اضيف عليه كاميرا XVR دهوة 16 شانل من خلال النتورك، واقدر كمان اضيف كاميرا ID. كده اللي ضفته موجود معايا في اللايف. هدخل اكريت فيديو وول، هعمل فيديو وول واسميه تيست، اختار ان يكون 4 عشان انا عندي 4 شاشات او 4 HDMI اوت. هنا اقدر اخلي الاول اجرب انه يكونوا الاربع شاشات مكملين لبعض، فاختار السبليت 1. كده الاربع شاشات هيكملوا بعض، يعني نفس صورة الكاميرا هيظهر ربعها على الشاشة الاولى وربعها على الشاشة التانية وهكذا لحد الشاشة الرابعة، فالاربع شاشات كأنهم جنب بعض كأنهم شاشة واحدة. اما في حالة لو عاوز الاربع شاشات يكونوا منفصلين عن بعض، كل شاشة احدد ايه اللي هيتعرض فيها، اختار سبليت 4 وهختار كل شاشة منهم هيتعرض فيها ايه بالظبط. اول شاشة هختار ان يتعرض فيها الكاميرا الاي بي، تاني شاشة هعمل السبليت بتاعها من جوه من الداخل 9 سبليت عشان اقدر اعرض فيها 9 كاميرات من الاكس في ار، واختار ايه هما 9 كاميرات من الاكس في ار اللي هيتعرضوا في الشاشة بتاعت الاكس في ار. واقدر اختار ان الشاشة رقم 3 هيتعرض فيها الانبوت اللي جاي لي من ال HDMI رقم 1 HDMI 1، والشاشة رقم 4 يتعرض فيها الانبوت اللي جاي من HDMI انبوت 2.